ساعتين نحن انا وبرشا عباد هنا من السوسيتي سيفيل ومواطنين عاديين سمعنا بيه باش يجي يكلموني انا بيرسونيلمون كي راهو طلع في تونيسير في فرنسا. جاو خوضوا معنا البوليسيه قلنا لهم ما يدخلش هنا. قالوا لنا نحن يلزمنا نحميه. قلت له قانونيا ما عندكم حق تحميه قانونيا ما فماش فيه برقيه باش هما مثلا يقولوا له. لكن هاكا ما لقاوش حل تو كيفاش باش يخرجوه. هو محصور غاديك هما يلزمهم يخرجوه البوليسيه باش يكونوا في اطار قانوني. لازم يخرجوه من يخرج المواطن كان باش يخرجوه يهربوه من شيء من شيره اخرى تتسمى الدوله متواطئه معاه. ما يلزموش يدخلوا رواحهم هكا. يلزمنا نعرفوا شكون الحزب اللي جابه وشنو هي العملية التخريبية اللي يحب يعملها. خاطر الراجل خرب ليبيا وخرب سوريا خرب سوريا وخرج خرب ومصر ولا سيربي وكل شيء عنده فيديو هكا توا هذايا محصور هنا في المطار وفما نساء وعباد وناس ما رقدتش قاعدة تستنى فيه للصباح. فهمت كيش ولا سي انسيونيست انهم كونتهم داخل ملياردير بيتنا هنا ما نزلت اليهود لو انسيونيست هذايا حاجة فرق. فما يهود ولاد بلادنا توانسة فهمتني هذايا صهيوني هذايا كل ما مشى لبلاصه صار فيها حرب. علاش جاي في الوقت هذايا لتونس؟ نحن الحمد لله رزنا. هذايا مكروه هذايا فماش بلاصه. هذايا خرج اخر جمله قالها في فرنسا قال العرب كلهم مشروع ارهابي. البوليسيه هاوكا حاطينه الداخل عندهم الحق يحميوه من الضد انهم يحميوه وقاعدين يشوفوا في حل كيفاش يخرجوا. نحن موجودين لنا باش نضربوا لا حتى شيء باش نكتبوا عليه ونقول لهم نكتبوا الميساج. لا مش مواطنين بلادنا.